الفيزياء مشكلتها مش بس في الامتحان، زي ما قلنا الفيزياء عندها مشكلة في ان احنا كمان الطلبة مش بيعرفوا يراجعوها بطريقة سليمة، يعني بيجي قبل الامتحان ويبقى مش عارف يمسك الباب النظري ولا يحل مسائل. طب يمتحن في يركز على الأجزاء النظرية ويذاكر نظري كويس قوي، ولا يعني يذاكر المنهج كله على إطار ان هو يخش يحل مسائل ويسيبه خالص من النظري، فلا يذاكر ده ولا يراجع ده، وفي الاخر بيخش الامتحان وهو يعني حاسس انه ما ذاكرش اي حاجه. يعمل ايه الطالب بالظبط يا استاذ احمد؟ يعني يسيب النظري ولا يمسك العملي ولا يعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الطالب يمهد لنفسه من دلوقتي، لسه فاضل على العربي حوالي 10 ايام، يعني في فرصه ان انا احدد لنفسي من دلوقتي أنا هعمل إيه في اليومين ونص اللي قبل امتحان الفيزياء، علشان ما يضيعوش مني من غير ما استفيد منهم. أنت عارف إن الفيزياء تلتينها نظري وتلتها مسائل. السؤال الواحد بيبقى ألف وبه وجيم. ألف بيبقى سؤال نظري، وبه سؤال نظري، وجيم بيبقى مسألة. يبقى أنا كده حددت لنفسي إن أنا أذاكر 66% من الوقت نظري، 33% من الوقت مسائل. هحضر الحاجات دي دلوقتي علشان ما اجيش في اليومين ونص اللي قبل الفيزياء واحتاس. اعمل ايه؟ اقول اليومين ونص اللي انا هقضيهم قبل امتحان الفيزياء هذاكر من الجزء الفلاني للجزء الفلاني كم ساعة، ومن الجزء الفلاني للجزء الفلاني كم ساعة. انت عارف ان احنا عندنا 8 فصول، قسم اليومين ونص على 8 فصول. في فصول الكم بتاعها قليل، هتيجي في الامتحان بكم قليل زي باب الحرارة. في فصول الكم بتاعها كبير، هتيجي في الامتحان بكم كبير زي الحس الكهرومغناطيسي في الكهرباء، وزي التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي في الكهرباء. الفصلين دول كبار، حتى أكبر من الفصل الأولاني اللي هو قانون أوم. في قانون أوم يبقى معنى كده هيجي جزء كبير على الحس الكهرومغناطيسي، يبقى أديله وقت. هيجي جزء كبير على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، يبقى أديله وقت. هيجي جزء قليل على الحرارة، أديها وقت بس على قدها. هيجي جزء قليل على الفصل التاسع، أديله وقت بس قد. انت عارف ان الفصل التاسع التركيز شوية على المسائل، يبقى همسك المسائل بتاعت الفصل التاسع. قانون أوم، العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار، ازاي اجيب المقاومة الكلية في الدايرة، ازاي اجيب شدة التيار في الدايرة، ازاي اجيب فرق الجهد، ازاي اجيب القوة الدفعة الكهربية. ما يستغرقش منك وقت كبير التعامل مع المسائل اللي موجودة في الفصل بتاع قانون أوم. اللي يستغرق منك وقت أكبر التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، كمه كبير. عندي حاجة اسمها الوزن النوعي في الامتحان، اللي كمه كبير هيجي في الامتحان كتير، اللي كمه قليل هيجي في الامتحان قليل. أمسك الحس الكهرومغناطيسي، دينامو طبعا، مفيش امتحان من غير دينامو. المحول الكهربي برضه مفيش امتحان من غير محول كهربي. أدي ده حق وأنا بذاكر، وأدي ده حق وأنا بذاكر. أنا عارف إن هنا في نظري ومسائل في الدينامو، وهنا في نظري ومسائل في المحول، يبقى درسين جمعوا بين الاتنين، بين النظري وبين المسائل، يبقى ياخدوا وقتهم كويس أوي في المذاكرة. إزاي أجيب القوة الدفعة الكهربية العظمى؟ إزاي أجيب القوة الدفعة الكهربية الفعالة؟ إزاي أجيب القوة الدفعة الكهربية المتوسطة؟ إيه العلاقة بين القوة الدفعة الكهربية العظمى والقوة الدفعة الكهربية الفعالة؟ القوة الدفعة الكهربية المتوسطة اللي أنا هجيبها، هجيبها في ربع دورة، هجيبها في نص دورة، هجيبها في ثلاث اربع دورة، هجيبها في دورة كاملة. كل ده لازم يلفت نظري وانا بذاكر قبل الامتحان. وقت الامتحان، الوقت قبل الامتحان وقت غالي، لازم يتراجع فيه المنهج كله. لما انقل من الكهرباء للفيزياء الحديثة برضو اقسم وقتي على حسب الوقت بتاع كل فصل. لما اجي على الفصل الاولاني خالص في الفيزياء الحديثة، ازدواجية الموجة والبوسين، لازم اركز على ايه؟ لازم اركز على العناوين الرئيسيه اللي موجوده. ايه العناوين الرئيسيه؟ منحنى بلانك، موجات الكهرومغناطيسيه،
لازم أركز على ظاهرة كومبتون، تأثير الكهرومغناطيسي، تأثير الكهروحراري، كل دي مواضيع لازم تلفت نظرك وانت قاعد في اليومين ونص. كل موضوع من المواضيع دي لازم تحطه في مخك ان اللي عامل الامتحان هيهتم بيه هو دون غيره، ومركز على ده وركز على ده وركز على ده. انقل بعد كده على الاطياف الذريه، مستويات الطاقه من المستوى الاولاني لغايه المستوى الاخراني. الالكترونات لما تنزل من مستوى طاقه اعلى الى مستوى طاقه ادنى لازم تكون مصحوبه بانطلاق طاقه. الطاقه دي تنتمي الى انهي موجات؟ هل تنتمي الى موجات كهرومغناطيسيه؟ هل تنتمي الى الاشعه فوق البنفسجيه؟ هل تنتمي الى الضوء المرئي؟ هل تنتمي الى الاشعه تحت الحمراء؟ المجموعه اللي هتتكون مجموعه بالمر، المجموعه اللي هتتكون مجموعه ليمان، المجموعه اللي هتتكون مجموعه فوند، مجموعه باشن، مجموعه براكت. لازم اعرف كل مجموعه من المجموعات دي بتتكون امتى. الكلام ده في اليومين ونص الامتحان فاضل عليه وقت قليل. بعد كده اروح منقول على الفصل بتاع اشعه الليزر، لازم اعرف ارسم اشعه الليزر كويس، لازم اعرف ارسم ليزر الهيليوم نيون كويس، لازم افرق بين الضوء العادي. الحاجات دي لازم تذاكرها قبل الامتحان. لازم افرق بين الضوء العادي والضوء بتاع الليزر. خلصت الاطياف الذريه، انقل على الفيزياء الحديثه، الالكترونيات الحديثه، البوابات اتعملت ليه؟ البوابه انت، البوابه اور، البوابه نوت، دي المداخل بتاعتها ايه والمخارج بتاعتها ايه، واخلط كذا بوابه مع بعض. بص على البوابه اللي جت في السودان 2015، كانت يعني جميله جدا وكانت سهله جدا وكانت معبره جدا. ممكن يجي حاجه على غرارها في الامتحان بتاعنا، امتحانهم زي امتحان المنهج نفس المنهج يعني. بعد كده اروح ماسك الامتحانات، اقدر اعرف طريقه وضع الاسئله من خلال الامتحانات. الامتحان مصر 2014 دور اول، السؤال كذا وكذا وكذا وكذا، الاجابه كذا وكذا وكذا وكذا. لو انت مشتت او متوتر حط السؤال على اليمين وحط الاجابه على الشمال. اقرا السؤال وبعدين اقرا الاجابه، اقرا السؤال وبعدين اقرا الاجابه، اقرا السؤال وبعدين اقرا الاجابه. ما تضيعش وقت في التفكير، ما بقاش في وقت. اروح ماسك الامتحان بتاع مصر 2013 دور اول والامتحان بتاع مصر 2013 دور ثاني، لقيت وقت يبقى مصر 2012، مصر 2011، مصر 2010. اضرب كده 10 و11 و12 و13 و14. 2 في 5 امتحانات، ادي 10 امتحانات حلوين قوي قوي وكافيين قوي قوي، ووقتهم هيكفي قبل اليومين ونص، خلال اليومين ونص. زي ما قال الزملاء، ما تسهرش في الوقت بتاع الامتحان، خلي الساعه البيولوجيه بتاعتك تتظبط، نام بدري واصحى بدري. الساعتين بتوع قبل الامتحان يفيدوك احسن من الساعه 2 بالليل والساعه 3 بالليل والساعه 4 بالليل، هترهق وهتدخل الامتحان تعبان. لا، نام بدري وقوم بدري، افطر كويس واشرب سوائل كويس في الايام بتاعت الحر اللي احنا موجودين فيها دي عشان تاخد طاقه، اشرب سكريات دي هتساعدك. ما تاكلش وجبات دسمه، كل وجبات خفيفه علشان مخك يبقى صافي ومخك يبقى رايق وانت بتذاكر، وانت لما تدخل الامتحان كمان ان شاء الله ربنا يوفقك وهنفرح بيك وهنسمع عنك نتائج كويسه، وبرضه هنفرح بابا وماما ان شاء الله.